أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن استضافتها لكبرى الشركات الهندية المنظمة للأفراح والأعراس من 11 وحتى 13 من سبتمبر الجاري. قد تم اختيار 10 شركات هندية بحسب معايير معينة تتعلق بأنشطتهم وحجمهم في السوق الهندي ومدى خبرتهم في تنظيم الأفراح والأعراس خارج جمهورية الهند. تمت دعوة 30 مؤسسة بحرينية من ضمنها الفنادق الرئيسة والشركات المنظمة للأفراح والأعراس وشركات الخدمات اللوجستية للسفر وقاعات الحفلات والاحتفالات، حيث حظيت كل جهة مشاركة بفرصة لقاء أو لقاء كل ممثل من الشركات الهندية على حدة لمناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة لهذا القطاع. تمت استضافة 10 من كبرى شركات المنظمة للأفراح والسياحة الهندية للمجيء للبحرين والاطلاع على كل المقومات السياحية اللي عندنا. فبالتالي من ضمن البرنامج اللي قمنا به اللي هو لقائهم مع القطاع الخاص الممثل في السياحة اللي هم الكبرى الفنادق اللي ذات العلاقة بالأفراح والأعراس وشركات المنظمة للأعراس، زائد الشركات اللي تقوم بالجراوند هاندلينج، بالتذاك، بالسفر، بالاستقبال وإلى آخره. طبعا كان اختيارنا لهذه العشر الشركات اختيار نوعي، مش لأن إنهم من كبر الشركات، بل إن كنا احنا كذلك إنهم يعني نظموا وعملوا أفراح خارج الهند. فطبعا كل الشركات اللي موجودة العشرة لها أفراح، قامت بتنظيم أعراس وأفراح في شرق آسيا وفي الخليج وإلى آخره. فبالتالي هذه كان معيارنا، وبالتالي الحمد لله يعني استضافينا، قامت هيئة البحرين السياحة الموقرة باستضافتهم.